صباح الخير وعافية، وسنبدأ مع الصحيفة الأولى الصباح نقرأ ونطالع فيها. زيلوان حمد: وكاتينيتش يفضل إراحة الأسود على دعوة بنكلور الهندي. تعادل مخيب للآمال للقوة الجوية ونفط ميسان. الزوراء يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة أمانة بغداد. وفي الصفحة الأولى قالت الصباح: فضية للمغتربة ميرا خضر في بطولة مصر للتجديف. وللصباح صفحة ثانية نطالع وإياكم: مطالبا وزارة الشباب والرياضة بتأمين تواجدهم، قحطان شتير يختبر 12 لاعبا مغتربا. وفيها أيضا: عباس عطية يعزو خسارة الكهرباء من فريق الحسين لأخطاء حارس مرمى. وفيها مؤكدا جاهزية العراق للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وليد جبار: بناء الأجسام استعادت عافيتها دوليا. إلى محلية الدستور. تظاهرة للرياضيين تطالب بصرف رواتبهم. مدرب الزوراء حكيم شاكر: عبور بغداد في مباراة اليوم يعيدنا للواجهة. ليوث الرافدين يجتمعون الشهر المقبل. ونطالع في الدستور: مدرب حراس مرمى النجف إبراهيم سالم: الحكم سرق الفوز من فريقنا في مباراة نفط الوسط. موقع العربي الجديد تحدث عن التسديدة المليمترية. تسديدة مليمترية تهدي العراقي رسن هدفا مميزا. ساهم لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن في الانتصار الصعب الذي حققه فريقه بيرسبوليس على ضيفه السايبا بثلاثة أهداف لـ2 في الأسبوع 25 من عمر الدوري الإيراني لكرة القدم. وأعاد رسن فريقه إلى أجواء المباراة بعدما أحرز هدف التعادل عند الدقيقة 32، حين كان الفريق الضيف قد أخذ الأسبقية مبكرا منذ الدقيقة 4 عبر هدف رضا أسدي، واستغل اللاعب كرة تلقاها على مشارف منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة ذكية وجهها نحو سقف المرمى لتنطلق أفراح الجماهير على ملعب أزادي معقل عملاق الكرة الإيرانية. الرياضية السعودية. في هذه الصحيفة نتابع معا: سيريا لا يخسر في الدرة. واصل تشيلي سيرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نتائجه المميزة على ملعب الملك فهد الدولي بتحقيقه الفوز الثالث له في هذا الملعب. ويحمل تشيلي سجلا مميزا حيث خاض 5 مباريات على هذا الملعب أمام النصر والهلال، تمكن من الفوز ب3 مباريات أحداهما حاسمة على بطولة مقابل تعادلين. وتمكن الاتحاد من الفوز على النصر ب3 أهداف لـ2 في ديربي الرياض. إلى استاد الدوحة القطرية. الدحيل يختتم مشواره في دور النجوم بالفوز على العربي. أنهى الدحيل مشواره في دور النجوم بفوز عريض على العربي ب3 أهداف نظيفة في مباراتهما التي جرت على استاد حمد الكبير في النادي العربي لحساب الجولة 22 والأخيرة من المنافسة. سجل أهداف الدحيل بسام الراوي وجونيور ويوسف العربي ليرفع الفريق رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي العربي برصيد 30 نقطة في المركز السادس. موقع كورة. نينجولان إيكاردي عليه أن يحل مشاكله بعيدا عن الإنتر. أبرز نينجولان لاعب إنتر ميلان الإيطالي أهمية زميله الأرجنتيني إيكاردي مهاجم الإنتر، لكنه شدد على أن الفريق أهم من كل المشاكل الشخصية. وقال: كل لاعب في الفريق مهم،
لكن لا يوجد لاعب لا غنى عنه. وأضاف مارو لاعب رائع لكن لدينا مهاجم آخر هو لوتارو، لقد قدم أداء رائعا عندما أتيحت له الفرصة، إذ واجه مارو مشاكل فيجب أن يحلها بمفرده لكي لا يلحق الضرر بباقي عناصر الفريق. ماركا الإسبانية. ونتجول قليلا في صحف أوروبا واخترنا لكم ماركا. يوفيتش هو رقم 9. ذكر صحيفة الماركا الإسبانية والمقربة من ريال مدريد بأن النادي اقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت الألماني الصربي لوكا يوفيتش خلال الصيف المقبل. وذكرت الصحيفة يوفيتش هو المهاجم رقم 9 للريال، والنادي الملكي سيدفع 70 مليون أورو للحصول على خدمات هذا اللاعب. صن الإنجليزية مسك الختام، وتسديدة وجزاء تمنح يونايتد فوز ولكن بشق الأنفس. نقطة الجزاء تمنح يونايتد فوزا عسيرا على وسهام. عاش مانشستر يونايتد حظوظه في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز عشاق على ضيف وسهام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد مساء أمس السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. أحرز بوغبا هدفي يونايتد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و79، فيما سجل فيليبي أندرسون هدف وسهام في الدقيقة 49. للحكاية قصة طويلة ترويها لارا وأحمد مع التحيات.